أخبار اليوم. كلنا مع بعض قلب واحدة نقول كلمتين. تعليقا عن الفترة اللي فاتت أنا عندها معاكم شهر تقريبا أو شهر وكم يوم، يعني مش كم يوم هما شهر بالظبط. أنا جيت هنا يوم 28/12، النهارده كام؟ 26. أنا بمعلومات الصف عن المحافظة أقدر أقول إن مستوى الأداء أفضل مما كنت أعلمه، قد يكون صحيح وقد يكون خاطئ. ولكن أنا من وجهة نظر أنا تقييمي ده دون مقارنة، يعني أنا شايف إن في يعني بعض النقاط اللي المفروض إن إحنا نشد حيلنا فيها شوية. هذه النقاط يعني اذا قلنا كموضوعات انا يؤرقني جدا موضوع البنيه الكوفيه، يؤرقني جدا موضوع الصرف الصحي، يؤرقني جدا موضوع شبكات المياه المتهالكه، يؤرقني جدا 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 احط تحتها مثال الخط النواحي الصحية في المحافظة ومستوى المستشفيات والوحدات الصحية. يعني الأربع عناوين دول نحط تحت كل عنوان فيهم قصص وحكايات، وأنا خلال شهر أدعي إن أنا عرفت كتير منها ما أقدرش أعرف بالنسبة. فالمواضيع دي يعني مصر اللي أنا أقولها أقول الحتة ديت واللي حبيت أقول تحتها أحط تحتها مثال في خط. قلت ان انا امبارح كان بيني وبين الدكتور ايهاب، الدكتور ايهاب ايه؟ مكالمه اعتقد استمرت حوالي نص ساعه من كتر القلق وحملان الهم اللي انا حاسس بيه عشان بيه عشان موضوع الناحيه الصحيه. باذن الله باذن الله باذن الله هنخلصها، هخلصها باذن الله سبحانه وتعالى هخلصها بيكم، مش انا اللي لو حد فاكر ان انا اللي شاطر وانا اللي هعمل، لا بيكم ومعاكم احنا ان شاء الله هنخلص كل هذه المباعات وعلى راسها المباعات الصحيه.